رجعنا لكم مرة ثانية بحلقة أسئلة جديدة، فخلونا نبدأ. سؤال من صفر أعلى درجة زيرو ماكس، أي من أجهزة الجيل القادم سوف تحقق نجاح كبير في رأيكم؟ سؤال قوي الصراحة. برأيي سوني لا زالت رغم كل شيء هي الأكثر شعبية حول العالم، خصوصا بالأسواق العالمية بعيدا عن أمريكا، وهالشيء برأيي بيخليها هي الفائزة بنهاية الجيل مثل المرة الماضية. بنظري سوني هي اللي راح تحقق النجاح لشعبيتها الكبيرة وأيضا عناوين حصرياتها المنتظرة على المدى الطويل. أشوف مايكروسوفت ممكن تنتصر لأنها مستثمرة استثمار جدا قوي، راح نشوف ثماره خلال السنين القادمة. سؤال من أحمد الشريف، رأيكم في تطور الجيم باس في الفترة الأخيرة، وهل تتوقع مايكروسوفت تترك مجال الكونسول وتصير طرف ثالث مع الخدمات؟ مؤخرا مايكروسوفت فاجأتنا بإضافة EA Access للخدمة بشكل مجاني، بس الصدمة الأكبر الاستحواذ على شركة بثيستا، وشفنا قبل كم يوم أول ثمرة لهذا الاستحواذ وهو وصول لعبة دوم إترنال لمشتركي خدمة الجيم باس. التطور أكيد مرعب، ولسه حسب الكلام رئيس الشركة ناويين على استحواذات أكثر. بخصوص موضوع تركهم لسوق الكونسول وتحولهم لشركة طرف ثالث، هالشيء جدا مستبعد، خصوصا أن رئيس مايكروسوفت قال أنه أكيد بيكون في جهاز مايكروسوفت جديد قادم حتى بعد إكس بوكس سيريس إكس. مايكروسوفت واضح أنها ماخذة سوق الألعاب بجدية وتبي تنافس فيه بكل قوة. سؤال من محمد أي جي، من اللي أضاف التشيك بوينتس في الألعاب؟ سوينا بحث بسيط واكتشفنا أن أول لعبة قدمت فكرة التشيك بوينت كانت لعبة Pitfall 2 Lost Caverns على جهاز الأتاري 2600. سؤال من فاير ريكس 96، وش قصة تأسيس فريق ترو جيمينج؟ يوم من الأيام كنت مع شريكي عمر العمودي على برنامج المسنجر نسولف. تعرفون المسنجر؟ هذا كان واتساب الطيبين. عموما جيت واقترحت عليه نفتح موقع يكون متخصص بالألعاب وإحنا اللي نملكه ولنا القرار الوحيد فيه، لأن وقتها طفشنا من المشاركة في المنتديات اللي أغلب مدراءها مش لاعبين أو جيمرز ولا يفهمون إيش احتياجاتنا. والحمد لله تم تأسيس موقع ترو جيمينج وكبر وطلع منه قناة اليوتيوب اللي نكلمكم من خلالها اليوم. سؤال من متابعنا بخيت، وهذا هو السؤال الذهبي لهذا الأسبوع، وهذا يعني أنه حسب رأيه هو أفضل سؤال لهذا الأسبوع، ويقول السؤال، وش رأيك على المطورين العرب اللي هم يطورون ألعاب وبعض الشركات العربية مثل أبو خشم مثلا، هل عندهم إمكانيات عالية أنهم يطورون ألعاب أفضل، وإيش أخطائهم؟ في بعض الناس يقولون فاشلين، وش رأيك فيهم؟ المطورين العرب عندهم أفكار جميلة وحماس كبير، لكن بيئة التطوير عندنا لسه ضعيفة جدا، وشفنا كيف بعض المطورين العرب قدروا يحصلون فرصة في دول أجنبية عشان يشاركون مع مطورين كبار ويشتغلون على مشاريعهم. البعض حاول يطور لعبة بنفسه أو ضمن فريق صغير، واللي نبيه منهم صراحة أنهم ما يلقون بال للكلام السلبي ويكملون مشوارهم ويحاولون يطورون من نفسهم عشان يحققون شيء كبير مستقبلا. ودنا يوم ما نشوف دولة عربية يكون فيها استوديو كبير حتى لو ما لها تاريخ بالتطوير، مثل ما شفنا في دولة بولندا يطلع عندهم استوديو بحجم CDPR. سؤال من أوسكار 7X، هل تتوقعون سوني تكشف عن نسخة محسنة أو جديدة لنظارة VR خلال السنين القادمة؟ حاليا هم أكدوا أن خوذة PSVR الحالية راح تشتغل على PlayStation 5، ومن فترة سوني سجلت براءة اختراع لجهاز VR جديد، لذلك الإجابة نعم، نتوقع نشوف جهاز VR جديد من سوني خلال الفترة القادمة. سؤال من XFFR Games XV، والله اسمك الحالة كود. أكلاتكم المفضلة إيش هي؟ وجهازكم المفضل من الكونسول؟ متابعكم زيد من العراق. ليتك سميت نفسك زيد عشان ما أقول الاسم الطويل ذا في البداية. بصراحة سؤال صعب، الحمد لله نعم كثيرة، لكن لو بختار شيء مميز من اللي أحبه فهو الباستا بصوص البيستو، واللي ما يعرف فهو صوص يصنع باستخدام نبتة الحبق، وصدقوني لا يغركم الشكل لأن طعمه مجنون. بالنسبة لي ما أقدر أقاوم الستيك الأرجنتيني بالجبن، جربته مرة في أسبانيا وطار عقلي منه. في شيء قليل ما أحصله، لكن لما أشوفه في أي قائمة مطعم عادة لازم أطلبه، وهو المحار. سؤال من مضاوي جيمينج راس، برأيك مين أفضل مخرج للعبة إله الحرب، ديفيد جافي ولا كوري بارلوك؟ كل اثنين عطونا طابع مختلف لهذه السلسلة العريقة. الأكشن الطاغي كان بيد ديفيد جافي، والحس الغني والدرامي اللي رقى من السلسلة كان في يد كوري بارلوك. وعندنا لكم معلومة رهيبة يمكن الكثير ما يعرفها، وهي كوري سبق واشتغل على أجزاء اللعبة القديمة، وتحديدا كان في قسم التحريك.
سؤال من LNB2118، ما هو سبب عدم شهرة نينتندو في العالم العربي وبالتحديد في الشرق الأوسط؟ نينتندو في الواقع لها شعبية كبيرة في الشرق الأوسط، لكن الحق يقال أنها ما تقارن بباقي العالم أكيد، وفي عدة أسباب لهذا الشيء، لكن قد يكون من أهمها هو عدم اهتمام الشركة بالمنطقة وتجاهلهم لها وتأخرهم في كل شيء بخص الخدمات. يعني شيء مخجل للآن أنه ما في ستور سعودي على جهازهم ولا أي نوع من أنواع التعريب. سؤال من رودي، إيش هدفك بعد ما توصل لمليون مشترك إن شاء الله؟ المليون بالنسبة لنا شيء مميز جدا ورقم جميل، لكن بعد ما نوصل هذا الرقم ما راح نركز كثير على عدد المشتركين، لكن اللي بركز عليه هو كيف نخلي هالمليون مشترك اللي جمعناهم طول السنين يكونون مبسوطين قدر الإمكان، ونحاول كالعادة نقدم لهم أفضل محتوى ممكن. وأخيرا وصلنا لنهاية الحلقة، وبصراحة أسئلتكم كانت مرة رهيبة، انتظروا مننا بوست كوميونيتي قريب عشان ناخذ منكم أسئلة الحلقة الجاية.